الاهلي والانابيب الكيني، ارسال قوي، استقبال، وكره بتترفع وبتتشاط بقوه، شارون لغايه اخر لحظه. اخر كوره وبتشوطها، لعبه من طراز فريد. ان شاء الله دي اخر نقطه، تريزا اوتاكا على الارسال، لعبه عندها خبره وكوره وبتشوطها، مريم متولي. الف مبروك صعود النادي الاهلي لنهائي بطوله افريقيا. انتهت مباراه الاهلي والانابيب 25-13، 25-18، 23-25، 25-20. بنقول الف مبروك مشاهدينا، بشكركم، كان معكم محدثكم اسامه ابو سيمه.